لما نتابع الآن مشاهدينا آراء الشارع الجزائري بخصوص المباراة الأولى في تصفية الكان أمام المنتخب الأوغندي. فريق الوطني جاز ازمه حاجه خفيفه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله برب ان شاء الله يتجاوز هذيك الازمه. وعندنا اونترينور الله يبارك عليه كما نقول وزير السعاده، ماشي كيكون مليح نكونوا معاه ما يكونش مليح ما نكونوش معاه، ونكونوا واقعيين. جزنا في ازمه وان شاء الله يتجاوزوا الازمه هذه ان شاء الله باذن الله، وبرب ان شاء الله نتكاليفاو كوب دافريك، بالك ان شاء الله في كوب دافريك 2023 ندوها، علاش لا كوب الكا. لازم ننساو هذه النكسه هذه الاخيره هذه سورتو تاع كاس افريقيا وتاع كاس العالم، وانطلاقه جديده سورتو اليوم ان شاء الله بالك على 8 ان شاء الله مع اوغندا الله اعلم. يعني كما نقولوا احنا صفحه جديده، الحمد لله جبنا شويه للجوار، يعني كما نقولوا احنا انطلاقه يعني كما نقولوا جديده ان شاء الله. Pour moi tant qu'il y a Belmadi à la tête de l'équipe nationale j'ai de l'espoir. Et après pour moi le dernier match c'était pas une défaite. C'était on s'est fait avoir et c'est tout hein. فيما يخص المنتخب الوطني احنا رانا تنقلنا اليوم على جالو باسكو مازالتنا ثقه كبيره ان شاء الله فيه، وعندنا ثقه في المدرب جمال بالماضي باللي راح يعاود صفحه جديده ويبني منتخب مليح سيرتو مع هذو لي شونج لي زاد جابهم التغيرات اللي كانت في الفريق بالماضي. يعني لحد الان ما كاش مدرب، انا بالنسبه ليا ما كاش مدرب يعني يقدر يدير المكان تاعو. بسيكيكمون سي لا ريبريز دو كونفيونس دي جوير سا سرا اون ان سوكسي بور موا سا سرا لو ديبار ان نوفو ديبار بور ليكيب ناسيونال. احنا اليوم جينا خصيصا لمناصره المنتخب الوطني ان شاء الله، جينا من جيجل واللي تبعد 600 كيلومتر على العاصمه، جينا ان شاء الله ننصروا المنتخب الوطني ونعطيو الدعم المعنوي لكتيبه ولاشبال المدرب جمال بالماضي. ان شاء الله رايحين يرجعوا وعندنا ثقه كبيره ان شاء الله في لي جوار تاعنا. انا راني من المغير 500 كيلومتر من الجزائر العاصمه، وجيت لهنا بربي ان شاء الله نتفرج الماتش على ليكيب ناسيونال كيما كل الجزائريين. وإن شاء الله مربوح.